السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ معكم ريت شد، رجعت لكم بفيديو جديد عن جينشن امباكت. أول شيء يا شباب، رمضان كريم، مبارك عليكم الشهر. وثاني شيء يا شباب، وأخيرا مقطع سرد القصة باللغة العربية وصل، وهذه المرة يا شباب راح أسرد لكم قصة المنجم اللي الصراحة جدا رهيبة. راح نتعرف على الغموض اللي موجود فيها وعن الأسرار والحقائق الجدا خطيرة اللي تكلم عنها دان سليف. فقبل ما نبدأ بالمقطع يا شباب، لا تنسوا اللايك والاشتراك وتصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وليتس جو، يلا نبدأ. تبدأ القصة بذهابنا إلى كاثرين. سألتها بايمون عن أي مهمات جديدة لنا، فقالت كاثرين إنها راحت لضريح ناروكامي اللي موجود في إنازوما، وقالت لها ياي ميكو بأن توقعات هذه السنة راح تكون على لم شمل غير متوقع. كان غريب إنه كاثرين تهتم بهذه الأشياء، ولكن الأغرب إنه كاثرين راحت لإنازوما ورجعت إلى ليوي بليلة واحدة. فهل يعقل إنه كاثرين عندها أكثر من نسخة، وهل هي بشرية من الأساس؟ ولكن كان رد كاثرين بأنه حتى هي عندها حياتها الخاصة. بدأ إيثر يفكر وقال أنه من المحتمل أنه يقابل أخته لومين. أعطتنا كاثرين مهمة التحقيق بالأشياء الغريبة اللي جالسة تصير في المنجم، وقالت بأنه في عامل في المنجم اسمه يوهوي طلب مساعدتنا، وبعدها حذرتنا كاثرين بأنه ممكن راح نتعامل مع كائنات الأبس. لما وصلنا للمنجم قابلنا يوهوي، قال بأنه في الفترة الأخيرة في أشياء غريبة بدأت تصير في المنجم. في أحد المرات كان عامل من عمال المنجم يستريح، وفجأة ظهرت مجموعة من الوحوش، ولكن الشيء الغريب بأنه مجموعة هذه الوحوش مروا من جنبه وتجاهلوه ولا كأنه موجود. كان عددهم جدا كثير، وكانوا يتجهون إلى عمق هاوية المنجم وكأنهم سرب من النحل. وبعدها بدأ عامل المنجم يراقبهم، ولاحظ أنه هذا الشيء يصير مرارا وتكرارا. قال يوهوي بأنه وجود الوحوش في المنجم يعتبر شيء عادي، ولكن الأغرب من كل هذا بأنه إلى الآن ما عاد أي وحش من الوحوش اللي دخلت إلى هاوية المنجم. هذه الحوادث بدأت تزداد في الفترة الأخيرة، فطلب منه يوهوي مساعدته على التحقيق في الأشياء الغريبة اللي جالسة تصير، لأن عمال المنجم راح يصيبهم الجنون من شدة الخوف والقلق. لما دخلنا للمنجم وجدنا مدينة كاملة مقلوبة ومعلقة في الهواء. قالت بايمون بأنه هذه المدينة تذكرها بتمثال فينتي اللي لقيناه في القصة الماضية، وكانت المدينة تصدر منها نفس الطاقة المظلمة اللي كانت موجودة على التمثال، وأنه في احتمال كبير بأنه الأبس يكون لهم دخل باللي جالس يصير في المنجم. وفجأة ظهر دانسلف من العدم، وكان مستغرب من وجود إيثر وبايمون في هذا المكان. قال دانسلف بأنه كان يتبع مبعوث الهاوية، وقال أن المبعوث فتح له بوابة في المنجم علشان يظلله ويبعد عنه. قال دانسلف أنه بوابات الأبس شبكة متكاملة وفيها بوابات كثيرة، وأنه بعدما دخل مع لومين للبوابة وجد نفسه وحيد في منطقة التنين ديفالون ستورم تيرور. بدأ دانسلف يتكلم عن ماضي، وقال أنه كان كابتن للحرس الملكي في كاندريا، وكان يلقب بسيف الشفق. ولما بدأ دمار كاندريا والناس بدأوا يتحولون على وحوش، كان دانسلف مصدوم من اللي جالس يصير، واقف بدون أي حركة، وكان يقول لنفسه أنه حتى لو تدخلت ما راح أقدر أحدث أي تغيير. ولهذا السبب تم لعن دانسلف وكل سكان كاندريا بالخلود والعيش مع هذا الألم والخزي إلى الأبد. ولكن الصدمة الحقيقية بأنه دانسلف قال بأنه كان يسافر في الماضي مع لومين، بالضبط مثل إيثر وبايمون الآن. كان دانسلف ولومين يسافرون في رحلة للبحث عن المصير، ولكن للأسف ما وصلوا إلى نهاية هذه الرحلة. وفي النهاية قال بأنه وجود الأبس في هذا المكان يعني أنه في كارثة راح تصير. استكشفنا الكهوف مع دانسلف ووجدنا آثار للهيل تشرولز. قال دانسلف بأنه يعرف سبب الأشياء الغريبة اللي جالسة تصير في المنجم، وأن السبب بكل هذه الأشياء هو أنه في طاقة غريبة بهذا المكان تخفف من لعنة دانسلف وكل سكان كانريا اللي تحولوا على وحوش. قال دانسلف بأنه يحس براحة غريبة بهذا المكان، وكان جسمه يرسل له رسالة وكأنه يقول له ابقى في هذا المكان. وقال دانسلف بأنه لازم نستكشف إيش هذا الشيء الجالس يجذب الوحوش إلى هذا المكان واللي يخلي دانسلف يحس براحة غريبة. تكلم دانسلف عن سبب ارتداء الهيلتشرلز الأقنعة، وهو لإخفاء مظهرهم الحالي، لأنه في كل مرة يشوفون نفسهم بانعكاس الماء يتذكرون أنفسهم في الماضي. مشهد فظيع بأنك تتحول من بشري إلى وحش خالد. فعلى ما يبدو أن غريزة الوحوش دفعتهم للقدوم للمنجم علشان يودعون أخيرا قرون من الآلام والمعاناة.
ولكن فجأة هجم علينا وحوش غريبين، ولما هزمناهم قال دانسلف بأنهم كانوا من الحراس الملكيين لكانريا، ولكن الآن ابتلعت اللعنة أرواحهم وصاروا يقاتلون مع الأبس. فجأة ظهر فارس غريب وبعدها اختفى بسرعة، وعلى ما يبدو أن دانسلف كان يعرفه قبل 500 سنة. صعدنا للمدينة مع دانسلف وكانت تحيط بها طاقة غريبة، وقدر دانسلف بأنه يكسرها بكل سهولة، وقال بأنه ما في أي شخص يعرف تكنولوجيا كانريا وقوة الأبس أكثر منه، وقال أنه هذه المدينة تعود لحضارة أقدم حتى من كانريا. استكشفنا المدينة ولقينا فرسان يحرسون مجموعة من الهيلترز، واستكشف دانسلف بأنه ما لهم علاقة بالأبس، وأما الوحوش فهم اقتربوا من موتهم، ومع هذا راح تستمر اللعنة في تعذيب أرواحهم إلى الأبد. وبعدها هجموا علينا الفرسان للمرة الثانية، ولكن ظهر فجأة الفارس الغريب وأمر الفرسان بالانسحاب. كان اسم هذا الفارس هو هافدين، وكان في الماضي صديق لدانسلف، وكان من نخبة الحرس الملكي في كانريا. واتضح أنه سبب حراسة الفرسان للوحوش هو لأنهم كانوا يؤدون واجبهم بكل بساطة، ولأنه آخر أمر أعطاهم إياه دانسلف قبل الكارثة كان حماية كل شعب كانريا، وإرادتهم القوية خلتهم يستمرون بحراسة الناس حتى بعد 500 سنة من العذاب. كملنا استكشافنا للمدينة ولقينا شلال مقلوب. قال دانسلف بأنه هذا الشلال هو اللي يضعف اللعنة، وأنه يحس بالراحة بأكثر من أي وقت مضى، وكان يحس بشعور غريب بجسمه وكأنه يقول له ابقى في هذا المكان. وقال أنه مستحيل يزيل اللعنة، وحتى لو قدر أنه يزيلها فإنه هذا الشيء راح يكلفه حياته. وكان تحت الشلال جهاز غريب ما نعرف إيش مصدره. على الرغم من خبرة دانسلف بأدوات كانريا إلا أنه أول مرة يشوف هذا الجهاز. وبعدها ظهر هافدان واتبعناه وارشدنا إلى مجموعة من الهيلترلز الميتين. بدأنا نفحص المنطقة علشان ندور عن أي أدلة للأشياء الغريبة اللي جالسة تصير. وجد إيثر زهور غريبة يعود أصلها لكانريا، ولما لمسها focusing single-mindedly on confronting the heavenly principles, we neglected our original mission, the revival of the homeland. I should not have been so indecisive. The device is almost ready. We await your command. What are the chances of succeeding? Theoretically speaking, approximately. Forget it. Even a 1% chance is enough. For too long have we dwelt in the abyss. Surely they would rather return to the natural cycle of life and death as soon as possible than continue to exist as they are, without a shred of dignity. They cannot be made to continue paying the price for those so-called sins. The Order is most fortunate to be graced with your decision. Mumin. You saw something, didn't you? Can you tell me what it was? اكتشفنا أخيرا هدف الأبس، وهو إعادة كانريا وشعبها إلى طبيعتهم، والانتقام من سيلاسيا على اللي سووه في كانريا وشعبها. وعلشان يحققون هدفهم صنعوا جهاز غريب علشان يطهر اللعنة. يب، هو نفس الجهاز اللي كان موجود تحت الشلال. قال دانسلف بأنه نسبة نجاح هذا الجهاز هي 0%، من المستحيل تطهير اللعنة بدون موت الشخص الملعون، وأنه ظل يحاول مدة 500 سنة علشان يلقى حل، ولكن إلى الآن ما لقى أي حل لهذه اللعنة. رجعنا بسرعة للجهاز اللي موجود تحت الشلال، ولكن فجأة ظهر نور قوي غطى كل المكان، وبدأوا الأبس حركتهم، وظهر أخيرا مبعوث الهاوية. قال بأنهم راح يزيلون اللعنة اللي عذبت شعبهم لمئات السنين. تمكننا أخيرا من هزيمة مبعوث الهاوية واتجهنا بسرعة إلى مكان الجهاز، ولكن بعد فوات الأوان بدأوا الأبس حركتهم وتم تفعيل الجهاز. Look, the amplification device. Thank you.
no way for them to meet their end. Find a way to stop that thing. ضحى هافدان بنفسه لإيقاف الجهاز. يمكن مع كل هذه السنين ما زالت روحه الطيبة موجودة إلى الآن، وكل ما تبقى من هذه الحادثة هو الأبيس لوكتور. وبعدما هزمناه توجهنا بسرعة علشان ندمر الجهاز، وبعدما دمرنا الجهاز صار شيء صدم الكل. Apologies, Captain Dainsleif, Twilight Sword. Back then, I failed you and failed to protect our people. No. For 500 years, you have faithfully done your duty. To this day, I am proud of you all. Conria didn't fall, did it? Since you're still here. Correct. So, no need to revive the homeland. في النهاية تحررت روح هافدان من هذه اللعنة، ولكن دانسلف قال بأنه الأبس ما زالوا يحاولون صنع أجهزة جديدة وراح يعيدون خطتهم مرة ثانية، فلازم نكون لهم بالحسبان. أكيد كثير منكم يا شباب الآن عنده تساؤلات أنه ليش لومين ما صبتها لعنة كانريا، وكيف دانسلف قدر أنه يظل عايش لهذه المدة، وكيف ما صابته اللعنة مثل ما صابت الوحوش والهيلتشرز. فعندي معلومات يا شباب جدا كثيرة جالسة اجمعها الآن عن لومين ودانسلف وعن قصة كانريا بشكل عام، فاكتبوا لي بالتعليقات يا شباب رأيكم في المقطع، وقولوا لي إذا تبغون أسوي مقطع ثاني عن قصة كانريا وعن قصة لومين وكيف قدرت أنها تصير الملكة أو الأميرة الخاصة بالأبيس، وكيف أنها قدرت تاخذ قوة غريبة من الأبيس وما تأثرت بلعنة كانريا. فلو تبغون أسوي مقطع يا شباب عن هذا الشيء اكتبوا لي تحت في التعليقات. أتمنى يا شباب يكون المقطع عجبكم. ما تتخيلون كمية التعب بأنك تفلتر الحوارات التافهة والكثيرة اللي تحطها جينشن بالقصص، وبس تستخرج المعلومات المهمة وتلخصها وتحاول انك تترجمها وتسويها بسرد معين. فصراحة يا شباب تعبت مرة على الفيديو، ونسيت اقول لكم يا شباب عن حركة جديدة موجودة في اليوتيوب، انه لو ضغطت على زر اللايك راح يطلع لك كذا زي الالعاب النارية وانوار، فجربوها وقولوا لي ايش صار معاكم بالتعليقات. فبس يا شباب كذا نكون وصلنا نهاية المقطع، لا تنسوا اللايك والاشتراك وتصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. شكرا لكم على الدعم بالفيديوهات الماضية يا اساطير، ونشوفكم على خير بالفيديوهات القادمة. Peace out.